بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عرب فيها جلالته عن خالص تعزيه وصادق مواساته في ضحايا الحريق الذي شب بمحطة قطارات مصر وأدى إلى وقوع عشرات من الضحايا والمصابين متضرعا جلاله الملك المفدى الى المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنهم فسيح جناته وان يمن على المصابين بسرعه الشفاء والعافيه